شحال من واحد فينا تفرج في كارتون او مسلسل مستر بين وجا الفضول باش يعرف شكون هو داك الشخص اللي كيسوق داك الطوموبيله الزرقاء اللي ديما كنشوفوها كتبع مستر بين فين ما مشى. واللي كيخلي الموضوع غريب اكثر هي انه كل مره مستر بين اللي كيحاول يقرب من داك السياره الزرقاء باش يعرف شكون فيها ما كيلقى حتى شي حد. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على واحد النظريات اللي كيبينوا شكون هو داك الشخص اللي كاين في داك السياره الزرقاء. وزائد هادشي كامل شكرا على الحب ديالكم والتعليقات اللي كتكومونطيو، هادشي كامل كيزيد يحفزني انني ندير لكم فيديوهات ما احسن وبكاليتي احسن. شكرا لكم بزاف، واي كومونتير غادي يعجبني نبقى ندوزو في الفيديوهات ديالي. المهم الخوت قبل ما نبداو الفيديو ديالنا داك اللايك ما تنساوهاش، وطال الكومونتيرات دير شي كومونتير زوين. قبل ما ننسى هادو هما الكومونتيرات ديال الفيديو اللي داز، بلا ما نطول لكم الفيديو نبدا. هاد الحلقه بالضبط هنايا كان اول ظهور داك السياره الزرقاء. الحلقه في الاول بدات عادي، كيبان لينا مستر بين في دارو كيغسل الموان وشويه طاحوا ليه كاع الموان في الارض وترسوا ليه. هنايا قرر يهز الطوموبيله ديالو ويمشي يشري موان جداد، ولكن من الزهر ديالو المنحوس الطوموبيله ديالو بحال باغا تخسر ليه في وسط الطريق. المهم واخا هكاك بقى غادي بيا حتى لواحد شويه بانت داك الطوموبيله الزرقاء. مستر بين بلاص ما يبقى واقف تحرك هو يضرب داك الطوموبيله الزرقاء بلا ما يتسوق. وهنا بالضبط فين ديك السياره الزرقاء غادي تتبعو موراها كيبان لينا مستر بين وصل الطوموبيله ديالو للميكانيسيان باش يصلحها. ولكن بعد هاد الحلقه هادي غادي نلاحظوا بلي ان ديك السياره الزرقاء كتبع مستر بين في كاع الحلقات ديالو الاخرى، وديما كتكون السياره فين ما كان مستر بين. ولكن الغريب في الامر اننا كنلاحظوا ان هاد السياره الزرقاء هادي ما كتحاولش تأدي مستر بين لا والو، فقط كتبعو. وهذا الشيء كيخلينا نطرحوا بزاف ديال الاسئله، شكون داك الشخص اللي كيسوق الطوموبيله الزرقاء وشنو باغي بالضبط من مستر بين؟ باش نجاوب على هاد الاسئله هادو الامر صعيب شويه. يعني مثلا باش تفهموا اكثر لبحثنا في جوجل وكتبنا من هو صاحب السياره الزرقاء، غادي يلقاو الاجابه ايرما جوب واللي هي الصديقه ديال مستر بين اللي كاينه في الانيميشن والمسلسل. والدليل اللي كيتبت هضرتي وانها هي مولات السياره الزرقاء هي لعبه مستر بين، حيث منين كيتسابق مع ديك الطوموبيله الزرقاء كتلاحظ انها هي اللي كتسوقها. لكن واخا هكا كيبقى الدليل هذا ضعيف، لانه في واحد المشهد بانت السياره الزرقاء كارتون مستر بين وكتبعو، ولكن في نفس اللحظه ايراموغو كانت راكبه مع مستر بين في الطوموبيله ديالو. اذا على هذا الحساب هذا فهي ماشي مولات السياره الزرقاء. باش نجاوب على هذا السؤال هذا غادي نعتمدوا على الانيميشن والمسلسل في نفس الوقت. الا مشينا للمسلسل ما غاديش نلقاو حتى شي تلميح نهائيا لصاحب السياره الزرقاء، ولكن الا مشينا للكارتون غادي نلقاو تلميحين. الاولى في واحد المشهد بانت يديه ولكن في وسط السياره لابس قفازات، والثانيه في واحد الحلقه بعنوان مستر بين الصغير كنشوفو مستر بين ملي كان صغير في واحد اللقطه بانت في ديك الطوموبيله الزرقاء مولاها اللي كيسوقها. ومن غير هذا الشيء هذا الشخص هذا عمرو بان نهائيا حتى شي حلقه من مستر بين، ولكن كاملين عارفين بلي ان مستر بين عارف شكون هو هذا الشخص اللي كيسوق السياره الزرقاء، لانه حتى هو ما كيحملوش وما كيحترموش نهائيا. ولكن الا رجعنا لكتاب يوميات مستر بين غادي نلقاو كاتب ان ذاك الشخص اللي كيسوق ديك الطوموبيله الزرقاء كان شحال هذه جارو وبينه وبينه عداوه اللي كبيره. وانا بناء على التحليل ديالي الخاص كنظن ان هذا الشيء بدا بيناتهم منين كانوا صغار، وان هذه العداوه هذه بانت منين كانوا صغار، ولكن حتى شي واحد ما عارف شنو السبب ديال هذه العداوه هذه وشكون هو هذا الشخص اصلا اللي كيسوق داك السياره الزرقاء. كاين واحد النظريه اخرى ولكن انا كتجيني غير منطقيه، اللي هي ان ديك السياره اللي كتبع مستر بين مسكونه بالاشباح، وهذا الشيء اللي كيفسر لينا انها ما كتحاولش تاذيه. اش بان لكم نتوما في هذه النظريه هذه؟ عطيوني الراي ديالكم في التعليقات.